وبدايتنا دائما بتشريف وحضور ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لمتابعة هذه الانطلاقة ومتابعة التحدي والتنافس في أشواط المواهب هنا على تحفة ميادين السباقات. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة أول الأشواط وهو شوطنا الخاص بكأس الإبكار المفتوح في المنافسة هنا على أرضية هذا الميدان. منافسة بين المواهب، منافسة بين هذه النوعيات التي تقدم نفسها في هذا العالم الكبير، عالم الأصايل الساحر. على بركة الله نبدأ بأربعة كيلومترات مسار هذا المساء، مسار أشواط هذا المساء ومسار الكأس الذي يقف على بعد أربعة كيلومترات هنا من المنصة الرئيسية. ننطلق مع الصدارة ونتابع المقدمة وأم المعارك. أم المعارك تبدأ أولا سيف بن ياسر بن سيف العرياني في معركة المعارك. المركز الثاني سمح عمير بن هلال بن مران المنصوري في المركز الثاني، بينما المركز الثالث احتياط على المركز الثالث هنا متواجد سعيد بن مظفر بن محمد العامري. انتقل للمركز الرابع، طفرة على المركز الرابع سيف بن ضاحي بن سيف الرميذي، والمركز الخامس هناك السايحة زيد بن حسين بن علي آل عمير. هذه الأسماء أول خماسية تقتحم دائرة الإعلام ودائرة النداء في هذا الشوط الذي يسير هنا بحسابات وتميز، يسير بانطلاقات، يسير بمتابعة وتركيز تام من الأخوة المضمرين والملاك المتابعين ومشاهدين الأعزاء عبر قناة دبي ريسينج التي تنقل الحدث هنا مباشرة، وكذلك مشاهدين الأعزاء عبر قناة ياس الفضائية وقناة الريان والكأس والبدع التي تشارك أيضا في هذه الاحتفالية، احتفالية ميدان المرموم. عودة إلى أم المعارك وهي قائدة للمعارك في هذا الشوط وفي هذا المكان. أم المعارك سيف بن ياسر بن سيف العرياني التي تبدأ أولا من خلال وجودها كواحدة من الأسماء القوية المرشحة. يظهر العملاق العيناوي، تظهر هنا احتياط سعيد بن مظفر بن محمد العامري بشعار تميز دائما بالمنافسة في تقديم المواهب. المركز الثالث أفرع المركز الثالث سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، من يكتفي في المركز الرابع؟ نعود إلى المركز الرابع نكمل هذه. هناك في المركز الرابع سمح عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري، والمركز الخامس يا سلام السائح زيد بن حسين بن علي العمير. هذه الأسماء، هناك أسماء قادمة كما يذكر لي زملائي وخبرائنا المتواجدين في هذه المتابعة. نحن نقترب من لوحة الإعلان، من لوحة النهاية، من لوحة الانتهاء مع هذا المسار. الكل بدأ يتحرك، الكل بدأ يظهر، الكل بدأ أيضا ينظر إلى الرمز الغالي، الكأس الذهبية، الكأس التي تتواجد هنا على أرضية هذا الميدان المرموم 2015. ما شاء الله وتبارك الله، وندائي الدائم 1200 هنا ما تبقى على نهاية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، النهاية وأهالي السمحة ينتظرون طفرة طفرة، وهي طفرة بين هذه النوعيات سيف بن ضاحي بسيف الرميثي. يا سلام، ولكن أرى الخطورة قادمة من سمحة عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري. المركز الثالث ظهرت وديان في أول نداء حمد بن عبد الله بن خزام العامري، والمركز الرابع ظهرت مغزى سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، رباعية تنافس على الكأس. أين يتجول الكأس؟
هل السمحة الغربية العين هناك في كل مكان، في كل مكان رموز المرموم، رموز المرموم 600 متر تفصل عن نهاية هذا الشوط المثير. الله 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 الله، المقدمة والصدارة لا زال على المركز الأول هنا في هذه الإدارة. طفرة طفرة طفرة، سيف بن ضاحي بسيف الرميثي ما شاء الله تبارك الله سيطرة على القمة والبداية. مغزى بدأت الآن، سلطان بن محمد بسيف المنصوري على المركز الثاني والمركز الثالث، وديان حمد بن عبد الله بن خزام العامري. الله 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 الله، شوف القادمة متعبة، سعيد بن مطر محمد الرميثي، ولكن خلاص وقع 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 أهالي السمحة، وقعوا هنا بالشمع الأحمر ختام هذه الكاس. الكاس إذن سمحوية، الكاس سمحوية هنا تذهب مع طفرة سيف بن ضاحي بسيف الرميثي. تهانينا والناموس المركز الثاني، مغزى في المركز الثاني، سلطان محمد بن سيف المنصوري المركز الثالث، متعب سعيد بن مطر محمد الرميثي المركز الرابع، وجود ايضا سمح عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري والمركز الخامس. هنا التحدي، هنا الإثارة، هنا الكأس الأولى. سلامي عليك، سلام سلام على أهالي السمحة، سلام مع هذه النهاية التي تنتظر هنا ختاما مثيرا، انطلاقة مثيرة، منافسة مثيرة، تذهب مع هذه اللحظة وتحمل هذه الأرقام، هذه الأسماء، هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. 6 دقائق ثانيتين وست أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للكأس وكأس الإبكار المفتوح لسن المواهب. المركز الثاني، المنافسين بكل قوة، القادمين بكل انطلاقة، يحملون أيضا هذا التحدي وهذا التنافس على أرضية هذا الميدان. مغزى مغزى سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، أيضا 6 دقائق 6 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث ما شاء الله متعبة، وصلت في المركز الثالث، احتل الثالث المراكز في هذا التحدي والمسار، سعيد بن مطر محمد الرميثي الذي يطلق أيضا متعبة. 6 دقائق 6 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لأهالي السمحة، ما شاء الله وتبارك الله.